هكلمكم عن يعني هكلمكم النهاردة عن حاجتين، ازاي الواحد يسمع صوت ربنا وهو بيصلي، وازاي الواحد يسمع صوت ربنا وهو بيقرأ الإنجيل. لأن احنا من الأول حطينا احتمال انه ممكن اكون بوهم روحي، ممكن اكون بغذي دماغي بفكر واقول ربنا بيقول، لكن ده مش معناه ان ربنا ما بيكلمش. ربنا بيكلم، ربنا عاوز يقول لي حاجات كل يوم، مش كل يوم، ده كل موقف، بس انا مش مركز، يعني مش بصلي كويس، مش بقرا الانجيل كويس، ومش مشغول بربنا كفايه. تعالوا نشوف ازاي اصلي واسمع صوت ربنا. In order to listen to God's word while praying, first of all, you should pray with confidence. احنا محتاجين واحنا بنصلي حبايبي يبقى عندنا ثقة، زي ما قالوا تسابونا من شوية، ابويا سامعني، ربنا مركز معايا، ربنا بيحبني، كل حاجة في حياتي حقيقية مش وهم، ربنا عاوزني اعيش قديس، ربنا عاوزني اعمل ارادته، ربنا بيحط لي فرص خدمة كل يوم، ربنا بيبعت لي رسائل عشان اتغير، انا مصدق ده. ساعات بنصلي واحنا مش مصدقين، عشان كده المسيح قال كل شيء تطلبونه في الصلاة ايه؟ مؤمنين. حالة الإيمان ساعات بتفارقنا في الصلاة، فيبقى بنصلي لكن مش مؤمنين. You need to believe while praying that there is God, He's listening, He's caring, He's your Father, He's doing the best for you, He will tell you what exactly you should do, You will know exactly His will. So if you believe, you will listen carefully. ساعات احنا ناقصنا الحتة دي، الثقة في ربنا دي مش دايما واضحة، ان في رسالة، ان ربنا سمعك، ان الصلاة هتغيرك. تاني نقطة، صلي من غير توقعات محددة. لو انت بتصلي وحاطط لربنا اجابتين بس، انت الحقيقة انت بتضلل نفسك، لان ربنا ممكن يكون عنده اجابات كتير قوي غير اللي انت حاططهم. انت ليه مصر على الاجابتين دول بالذات؟ Yes or no. ساعات تبقى كده، طب ما هو عنده حاجات كتير قوي. فحاول وانت بتصلي ما تحصرش ربنا، ما تزنقوش من فضلك، سيبه يرد براحته، لانه ممكن يكون وانت بتصلي متضايق في موضوع وعاوز يقولك تعمل ايه، يكون رده انا معاك، ما تسمعهاش، تعمل كده. خلينا في المفيد حبيبي، هو رده انا معاك، انا معاك كده كده، يعني مش هتفرق، بس انا معاك، بس انت مش عاوز تسمع دي، انت مش عاوز تسمع دي. احكي لكم موقف حصل معايا زمان لما كنت ماسك اسر الطب. كنت بتأزم جدا، كان عندي مشكله في الاسره، ان في حركه انفصال كده في الاسره الجامعيه، وكان انبا موسى جاي يكلمنا، والكلام ده كان في الثمانينات، اول الثمانينات، وانا مستني واقف على باب الاجتماع مستني انبا موسى يدخل عشان اقول له عاوزك في موضوع وقلقان وبتاع. واول ما جه سيدنا استنى ما تدخلش، عاوزك في حاجة مهمة، وبحكي له بسرعة، لقيته حط ايده على كتفي، قال لي انا الحقيقة مبسوط من خدمتكو جدا وكل حاجة تمام. وانا بصص له يا سيدنا رد اعمل ايه، وبعدين سابني ودخل الاجتماع وقعد يوعظ. انما الحقيقة انا حسيت الموضوع انتهى من غير ما يرد، وكانت مجرد التشجيع بتاعه كان هو المطلوب. انا كنت مستني اجابة محددة، اعمل كده ولا كده، هو لا قال لي كده ولا كده، قال لي ان الخدمه جميله وكله تمام وربنا معاك، ودخل وعظ. انا عاوز اقول ساعات ربنا بيعمل معانا كده. Sometimes God is telling us I'm just here, don't worry, everything will be fine, you need not to know where to go, just go. يعني ساعات ربنا ما يقعدش يمشي على هواك انت، ما تحطش لربنا براويز ضيقة كده. كمان ما تستناش رؤية، ما تستعجلش الرسالة، يعني God is يعني not necessarily will speak in visions or يعني in tongues or يعني هتشوف رؤية ويجي لك ملاك، لو شفت ملاك هتتسورق يعني، فانت مش قد كده يعني، فاحسن لك ما تشوفش. كمان do not philosophize matters، يعني ما تقعدش تلبس الامور كده اكتر من حجمها، مش دي طريقه ربنا على فكره، ربنا فيري سمبل. فساعات في ناس بتبقى عندها كايند اوف اوبسيشنز، عارفين الاوبسيشنز اللي هي الوسوسه، فتلاقي ايه يجيب فكره من بعيد قوي يقول لك يبقى ربنا قصده
ايه يعني بيلعبنا شطرنج؟ يعني ايه اللي ربنا قصده؟ يعني ليه من بعيد كده؟ يعني الموضوع ابسط من كده، ده ابوك يعني. فالموضوع ما يحتاجش قوي انك to philosophize things. يبقى try when you pray do not put specific expectations. Number three, try to pray with humility. You know, أكتر ناس بيسمعوا صوت ربنا بشكل واضح أو بيتساءوا بربنا حتى من غير ما يسمعوا صوته المتواضعين. ما تلاقي نفسك حيران ومش سامع صوت، قل له أنا آسف، العيب عندي، أنا متكبر فمش سامع، أنا قلبي قاسي فمش عارف أسمع. The stony heart, the proud people, they cannot listen to the word of God. So if the message is not clear, it does not relate, you know, God is not talking. No, sometimes he's telling you, but أنت مش هتعرف تسمع. عشان أنت قلبك حجر، أنت متكبر شوي. أنت شايف نفسك أحسن من الناس، أنت مش راضي تعتذر، أنت عندك مشاكل. فعشان كده صلاتك واقفة، مفعولها واقف في الحتة دي. فريمايند يور سيلف، يو نيد بادلي تو هاف ذيس هيوميليتي وايل praying. And through humility you can listen easily. You can know exactly what God wants you to do. طبعا كلكم عارفين ان مع الهيوميليتي، الهيوميليتي حاجة في النص. It's not, you know, low self-esteem or high self-esteem. There is no self at all. Self-denial. You do not think of yourself. You do not see yourself. You are not busy with yourself. It's not up or down, it's not low or high, it's not there. فاهمين فكرة؟ انت اساسا مش واخد بالك انت فين. اللي بيعيش كده عنده انكار نفس، ده اللي بسهولة قوي بيسمع صوت ربنا. يبقى احنا بنصلي مش بنسمع، لانه غالبا في عيب في الحتة دي. كمان اعترف انك انت مش سامع كويس. Don't jump kida into conclusion that God was telling me to do this or that. Please wait a minute. No, God, I cannot listen to you. Please, علي صوتك. أنا وداني تقيلة، أنا قلبي حجر. أنا عندي ودان تسمع ما بتسمعش زي اليهود، عشان أنا قلبي مش نظيف. فبرضو تبقى عندك الاعتراف ده في صلواتك. المتواضع تلاقوه دايما يشكر. While praising God you will receive the message of God. People who love تسبحة, who love praises of praising God, usually they have this humble heart. So while praising God they are guided by him. يقول لك في آية جميلة تقول ايه، طوبى للهاتفين في نور وجهك يسلكون. يعني ماشيين في النور. الشعب العارف الهتاف، طوبى للشعب العارف التسبيح. بنور وجهك يسلكون، يعني دول ماشيين صح على طول لمجرد ان هم عايشين في تسبيحة مستمر. نقطة كمان، صلي حسب مشيئته. You all know when you pray asking God for something bad, I don't think he will answer you because you know the answer. يعني ده لمؤاخذة مش عارف اقولها بالانجلش، ده اسمه ايه؟ استعباط. يعني ايه؟ انت عارف انه بيقول لك لا ده غلط، طب انت بستني تسمع صوته ازاي؟ يعني ما انت بتتكلم في نقطه غلط، بتتكلم في انتقام، بتتكلم في علاقه في الضلمه، بتتكلم يبارك لك في سرقه، مش ماشي الكلام يعني. فاهمين ازاي؟ فانت يعني you do not wait, God will tell you no in something you know quite well that it's no. طبعا هنا انت مش هتسمع لانك انت مش عاوز تسمع، هتبقى زي بتاع بلعام كده. بلعام كان عاوز ربنا يوافقه على الغلط اللي بيقوله، لغاية ما حمار اتكلم، حمار نطق عشان يقول له هو انت بتفهمش وانت بتسمعش. فلما تصلي حسب مشيئته you can easily discern. Discern يعني تميز the voice of God. You can know exactly what is he saying because you are trying to know his will. ما تنشغلش بحاجة أرضية زيادة، لأنه لما تفضل تزن أسافر ما سافرش أسافر ما سافرش، هو بيتكلم في حاجة تاني. يا ابني توب،
يا ابني انت بقالك مدة مش مصالح فلان، يا حبيبي انت سايب خدمتك، فانت عم you are very busy while praying just asking God for something on earth for your materialistic life and he is busy with your spiritual life and he told you before that everything will be fine, just focus on my spiritual aim, goal. قول من قلبك يا رب مش عاوز مشيئتي بل مشيئتك. كل مرة تصلي عشان تسمع صوته كويس دايما قول thy will be done، لتكن مشيئتك. كمان صلي بتركيز. ساعات يا جماعة نكون بنصلي ودماغنا مش فينا. Do not expect to listen to God's voice and your mind is busy with many things but no God. No God in your mind. Just focus. When you focus while praying, you can easily listen. فإحنا ساعات بنبقى مش في روح الصلاة. ما تعتبرش دي الصلاة اللي هتسمعك صوت ربنا وتقول مش بيتكلم ليه. لا هو بيتكلم بس أنت في وادي تاني. ساعات بتبقى عارفين إيه؟ ساعات أنا غشيم واحد يديني الموبايل بتاع أمسكه بالمقلوب فلاقي الصوت مش موجود خالص. والحقيقة بس لو عدلته هتسمع هو. فساعات أنت بتصلي بالمقلوب، يعني دماغك مش فيك ومش مركز. طب انت متوقع ايه غير كده؟ يعني حاول تركز في المزامير، في القداسات، صلاة يسوع، صلواتك الخاصة. just focus whatever the kind of prayer you're praying, just focus on each and single word you say. God is listening and he is responding but you just focus. نقطة كمان، حاول ما تنشغلش بالانفعال زيادة. هي دي الحتة بقى اللي ايه ممكن يبقى فيها شوية deceiving. Some people are emotionally guided. So they tend while praying to get elated, to get some kind of emotional, you know, flaring up. يعني ينفعلوا كده ويهايبروا ويعتبروا كده ربنا بيتكلم. Not necessarily. احيانا ده يكون حاجة psychological خالص وما يكونش ربنا بيقول حاجة في الوقت ده. فبلاش وانت بتصلي تبقى حريص قوي على الانفعالات بزيادة. لا، ممكن تبقى بتصلي ودماغك مركزة، مفيش انفعال عالي، لكن تطلع من الصلاة عارف هتعمل ايه حتى لو مفيش انفعال عالي قوي. واخدين بالكم؟ حاسبوا من حتة الإليشن دي اللي هي الانفعال الزيادة. انفعالات ممكن تشوش على صوت ربنا. و كمان بعض الانفعالات بتبقى out of you know self boosting or feeling superior than others. يعني لما الواحد بيصلي كويس ممكن شيطان التفاخر يكون دخله، يكون بيغزله، يبقى مبسوط من روحه وهو بيصلي بمشاعر. في اللحظة دي انت مش هتسمع صوت ربنا، الشيطان هو اللي سايق دلوقتي لمجرد ان انت حاسس بانك انت يا سلام لو الناس تعرف اللي انا حاسس بيه. يعني فاهم انت دخلت في حتة غلط خالص. انت دلوقتي مبسوط من روحك فانت طلعت بره الخط. فالويز تيك كير من الفيلينجز اللي هي مش ريل سبيريتشوال. ذا سبيريتشوال فيلينجز ار اولويز يو نو ريليتد تو هيوميليتي، تو بريذينج جاد، تو فيل لايك يو ار ناثينج، فول اوف لاف تو جاد اند اذرز، اند اولويز ريليتد تو سيلف دينايل. كمان حاول تصلي وانت منفصل عن الناس شوي. ساعات ربنا يتكلم بشكل اوضح وانت لوحدك، وانت هادي، وانت قافل على نفسك الأوضة. ادخل مخدعك، صلي لابوك، ابوك هيرد عليك. لكن وانت مع الناس قوي ممكن يكون الصوت مش واضح لانك مشغول بالناس اكتر من مشغول بربنا. كمان صلي وقول يا رب عاوزني اعمل ايه. لأن ساعات بتبقى بتصلي وحاطط ربنا في مسألة محددة. ربنا مش في امتحان عشان يجاوب أسئلة. ربنا عاوزك أنت اللي تمشي وراه مش هو اللي يمشي وراك. معلش نراجع الفكرة دي. Sometimes or most of the times we are trying to let God follow us. But you know God wants you to follow him. You had the plan and you want God to fulfill the plan, to do the steps, but you made it. انت مرتب له تبقى معانا كذا وتعمل كذا، خلي بالك. لكن انت اللي سايق. الحين انت قلبت الموازين.
In this case, you cannot listen to God because you are the one who made the plan. You are not supposed to do this. He is the one who will make the plan and you just follow him. فحاسبه تكون مش بتسأل هو انت عاوزني اعمل ايه بالظبط. حتى لو انت مرتب دماغك ستيل قول له بص انا يعني على قد تفكيري لكن القرار ليك مش ليا. اوكي اشطب على كل الخطه دي ونعيد الديزاين من الاول براحتك ما عنديش مشكله. اتعامل بهدوء مع الابواب المغلقه. يعني لما تلاقي when you see kind of closed doors don't panic please just wait and pray God I cannot see the light where is the open door what you do, want me to do I cannot see it and please do not at that time judge others when you see some closed doors you may judge أبونا أخونا مراتك الدنيا الوزير please this is not you know the will of God to think of others to blame others at this minute اول ما بنلاقي ابواب مقفوله يبقى عندنا غيظ والغيظ على طول بيطلع في انه مين المتهم ما كده انت دي مش حاله صلاه بوظت الصلاه لا من فضلك لما يكون الباب مقفول مش مهم مين اللي قفله مش مهم خالص بس طب اعمل ايه ببساطه اوكي واتس نيكست لكن حاسب تكون مليان مشاعر مش حلوة وانت بتصلي ومتوقع ربنا يرد عليك لا مش هتسمعه. أخيرا أقول إيه آية جميلة تقول يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة يعني إيه kind of enlightenment there is always some light will come to your mind while praying لو مشيت على كل اللي أنا بقوله you pray in a humble way you pray asking God for his will you pray and focus while praying you know you will feel this light you may not know exactly what to do but you will get out of prayer with kind of better enlightenment شايف نور اكتر دنيا اوضح يمكن الصوره لسه مش كامله بس انت حاسس بارتياح وحاسس ان الصوره اوضح مره في مره هتوصل لها اخيرا اقول صلي وما تقلدش غيرك لأنه مش كل واحد فينا هيسمع صوت ربنا بالطريقة بتاعت زميله خالص في واحد وهو في القداس بيحس بصوت ربنا ورسائل في واحد وهو بيصلي الأجبية في واحد وهو بيعمل مطنيات في واحد وهو بيتمشى في الصحراء في واحد يقعد شهر يصلي ولسه مش سامع حاجة ومش دنيا مش واضحة في واحد بعد ما يصلي يحصل موقف الموقف يقول له سو مفيش فكرة واحدة بتقول ربنا هيكلم ازاي ما تقلتش لأن some people tend just to imitate others to try to do what others do no be yourself please prayer is very personal you cannot do like others be yourself pray the way you like definitely you will pray a Jesus prayer psalms of the church liturgies quiet time but again be yourself ما تحاولش تاخد شكل مش بتاعك لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين